أريد أن أرحب بدكتور خيات كوهن يونرجك مختصة بالشأن التركي في مركز ديان في جامعة تل أبيب. أهلا بك دكتور خاي. معنى قراءتك نتحدث للنتائج الأولية، نتحدث عن فرز أكثر من 50% للأصوات، وهناك تفوق واضح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أوكي، أز أني روتس لأجيد، أنا أريد أن أقول أنه حينما نصل إلى نهاية الفرز وسنحصل على الصورة ذاتها، فسأقول أن تركيا غير جاهزة لقائد غير سني، بما معنى أن كمال كليتشدار أوغلو هو علوي وغير سني، وفي نهاية المطاف على ما يبدو مواطنون كثر في اللحظات الأخيرة على عكس استطلاعات الرأي صوتوا لأردوغان رغم كل شيء، رغم تراجع الاقتصاد ورغم فشله في أداء الوظيفة بعد الهزة الأرضية وبعد إهداره لأموال الضرائب التي كانت مخصصة للهزات الأرضية. هو لم ينجح في إسعاف شعبه مثلا في مناطق الهزة الأرضية، وفق ما أرى هنا هو يقود النتيجة يتفوق ب 67%، بمعنى أن أردوغان ظاهرة. إذن كيف تفسر هذا بالضبط؟ نتحدث عن أماكن يعني حصل فيها زلزال، كان هناك غضب كبير، نتائج يعني بحسب نسبة التصويت نتحدث عن 78% نسبة المشاركة في هذه الانتخابات. ألا يمكن القول أن هناك بالفعل ربما فساد معين داخل منظومة الانتخابات في تركيا؟ إذا ما سألنا عناصر المعارضة بدأوا يقولون أن النتائج التي نشاهدها على التلفاز تختلف عن النتائج الحقيقية المتوفرة لديهم، ولكن ما الذي سيحسم في نهاية المطاف؟ النتائج الرسمية هي التي ستحدد هوية الفائز، لذلك أردوغان سيتهم هم بعدم قبول وتقبل النتائج الديمقراطية، وهم يفقدون الأمل. إما المعارضة ستخرج إلى الشوارع وتدعي بأن أردوغان سرق الانتخابات، وسنرى ربما احتكاكات بينهم وبين الشرطة، وإما سيقولون فشلنا في تغيير النظام في تركيا، يجب أن نترك اللعبة، وأعتقد أنهم سيختاروا الخيار الثاني. أعتقد أن جزء كبير من المثقفين الأتراك سيبدأون بمغادرة تركيا إذا ما تأكدت هذه المعطيات، وإذا ما افترضنا أن النتائج الحالية وأردوغان الآن يتراجع تحت نسبة 52%. هل يمكن بالفعل لمنافس أردوغان كليتشدار أوغلو أن يغير هذه النتائج؟ هل يمكن أن نرى تغيير؟ كل شيء متعلق بإسطنبول وبأنقرة. الآن كل الصناديق من الأناضول تم إحصائها، ولكن نسبة المواطنين هناك ضعيف، بينما في إسطنبول وفي أنقرة وفي إزمير في المدن الثلاث الكبيرة يوجد عدد أكبر من الناخبين، وكميات كبيرة من الصناديق الاقتراع لم يتم فرزها، وكل شيء يمكن أن يتغير. ولكن إذا ما نظرنا إلى تاريخ فرز الأصوات في تركيا، فستبقى النسبة وفق المعطيات المتوفرة الآن. أريد أن أتطرق إلى ما قاله مراسلكم في تركيا بشأن سينان أوغان. أنا تفاجأت بشكل كبير من سينان أوغان، أرى أنه يحصل على 5.3% وفق استطاعات الرأي. الجميع
يتوقع أنه سيحصل على نسبة 1% أو 2%. هذه النسبة 5.3% تعني أن المرشح الرابع والذي انسحب أنجي على ما يبدو داعموه لم يصوتوا إلى أردوغان أو إلى كليتشدار أوغلو، ولكن جزء كبير منهم صوت على ما يبدو لسينان أوهان. وإذما سيحصل سينان أوهان على أصوات أكبر أكثر، هو سيأخذ هذه الأصوات على حساب أردوغان وربما يدفعه تحت نسبة 50%، لكنني أعتقد أن أردوغان سيفوز مرة أخرى. نعم دكتور خيتن كوهن يورجر المختص بالشأن التركي في مركز إديان في جامعة تل أبيب، شكرا جزيلا لك.